حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين يجدد ويكنسل شبابك وفي نفس الوقت يعوض عن سلام سلام ونعم سلام. سلام يا دكتور، بنعمة ليه ربنا أخدتي شيماء فل الفل يعني الحمد لله شربناها ومقينا ب 100 فل 14 طبعا يعني كان جو لازم ناس يعني عايزين نحسن الناس ان العملية لازم روحيا ونفسيا وجسديا مش الجانب الروحي بس يعني لازم الواحد يا جماعة يبقى عنده جانب ترفيهي عادي يعني الناس مستغربة قوي من الفيديو بس يعني عادي طبيعي الطبيعي ان الواحد يبقى طبيعي والطبيعي ان احنا سلوك نفس وجسد وروح عاقلة فلازم الإنسان يجمع ما بين كل دول ده الوضع الطبيعي يعني. مش حاجة غريبة بس الناس استغربت انا متعودة مني اتفضل متعودين منك طول الوقت ان انت حاد ناشف. عقيدة 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 مش متوقعين شيء ما بس نشكر الله يعني اللي حسيته ان البسمة اترسمت على معظم الناس ودي حاجة كويسة يعني دي برضو احسها خدمة يعني. الحمد لله الحمد لله، دي حاجة جميلة يعني. استاذين كل دخل ربنا على البث يديمك يعمل دايما. مشاركات معاه تعيش نعمل مشاركات عشان الناس تيجي عشان انا ابتديت متأخر النهارده كده وجميل ان انا ادخل معاك يعني جست، معلش سامحني بقى، مش عارفه ادخل جست، مش عارفه استقبل جستات داخليه، لا مفيش أي فاضطريت ان مشكلة انا موضوع لسه حلو بحبه جديد. موضوع حلو ناخد بركة جميعا مع بعضنا تمام، بس يجمعوا الناس يجدد ونبدأ مثل مثل شبابك. تمام، يلا يا جماعة تفضل معانا، ملانو ولا عندنا حاجة قرص ومسلخين. لا أنا الاثنين، أشوف ولا الناس مش عايزة تدخل عشان انا موجودة؟ الناس متعودة إن أنا البث بتاعي الساعة 10 الساعة 12 فبيعتقدوا إن غالبا لو أنا 12 على الساعة 10 يبقى أنا يبقى نام وأنا نمت يعني طيب متعودين البث بتاعي 10 لو هيبقى، لو احنا يعني اتأخرنا على الناس، مفيش مشكلة دكتور، حابب نخلي الموضوع بكرة، نفتحه بكرة. أشوف لو الناس جت ما نامتش نبدأ ناموا نخليه بكرة تمام نعمل كده 5 دقايق تمام بالظبط طيب. أقل من 5 دقايق مشاركات نشوف الناس صاحيين ولا نايمين قاعدين ولا واقفين ربنا يتمجد خاصة إن بكرة الحد في ناس طبعا بتأجز الحد يا بنو غالي سلام ونعمة يا أخويا أهلا بيك مشاركات بقى يا جماعة مشاركات عشان موضوع مهم جدا موضوع سلام ونعمة يوسف يا هلا يا هلا يجدد كان نسر شباب وكمان يعوض على السنين اللي أكلها الجراد طب معقولة السنين اللي أكلها الجراد ربنا ممكن يعوض عنها يوه لا تعويضة إله الله إلا هو. بالظبط بالظبط وعايزين ما ننساش يا جماعة نعزي أخونا أرام عرفت فين ياحت زوجته أعتقد على ما حدثت البث الصبح سلام ونعمة إنام خدير سلام ونعمة موضوع روحي بحت محت كتابي تأملي شرقي غربي شمالي جنوبي أرام أرام أخونا أرام وكان مشغل المذبحة الوردية وربنا يرعى أسرته وبنته ويعزي قلبه تمام هيا يا جماعة شاركونا
شاركوا بس عشان الناس اللي لسه، يعني الناس اللي متعودة على الساعة 10 تزحزح معانا دلوقتي، بس اتأخر ساعتين بس. حد بيشارك ولا ايه؟ ولا هفضل اشارك انا بس يا جماعة؟ ما تشاركوا من تحت، شاركوا. ممكن نياحة زوجته، نشغل نياحة زوجته، ترنيم. ده اللي عرفته، نياحة زوجته. ربنا يعزي قلبه حبيبي ويعزي قلب الجنة. أمين أمين. إحنا العملية تبقى تأملية أكتر من معلومات وشواهد، عشان الناس اللي نايمة طبيعي في الوقت ده مركزة بس في التأمل. خلينا نشوف واحدة واحدة. أول أمل ربنا اداهولنا من بداية الخليقة، شكرا. الأخ المبجل أخ آدم والأخت حواء لما وقعوا في الخطية اتصدموا، ما كانوش متوقعين، مع إن الله قال لهم يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت. والنتيجة إيه؟ صدمة بالنسبة لهم، لأن هما ما كانوش مستوعبين حجم الغلط لغاية لما غلطوا هذا الغلط. طب هل كان ليهم أمل؟ عوضهم الله عن السنين اللي أكلها الجراد، بس إيه، بعد فترة كبيرة من تجهيز الخلاص. في مين تاني؟ أكتر مثال ما عمرنا ما ننساه، مثالين تحديدا مش مثال واحد، يوسف الصديق وأيوب. الاتنين دول عمرهم ما يتنسوا التعويضات. يوسف اللي اتبهدل في عز ما كان في شبابه واتمرمط مرمطة من اخواته بعد مشكلة عويصة جدا، مشكلة الغيرة والحقد الدفين اللي كان جوه اخواته. اخواته مش اصحابه، مش معارفه، مش ناس غريبة عنه. فدي كانت كارثة. ليه؟ كارثة ما تستوعبش. يعني لو حد اضطهدني بره حياتي مفيش مشكلة، بره مجتمعي مش مشكلة، بره ديانتي مش مشكلة، هقول ليه مثلا عذر، لكن حد من اخواتي دي تبقى احساس ومش صعب، حد احساس كده ومش حد من اخواتي، ده كل اخواتي. بالظبط. اخواته معظمهم اتجمعوا عليه، مفيش غير واحد بس اللي قال لهم ده اخونا. يعني كلهم اتجمعوا عليه، مفيش واحد بس اللي قال له ده اخونا. طب ما تقتلوش، ايه هو انتوا كنتوا ناويين تقتلوه اصلا؟ ويرمي بقى العملية من رايح جاي للإسماعيليين، لمرات فوتيفار اللي كانت عايزة تتمهزق بيه وتقل بيه للسجن، يقعد في السجن 13 سنة متبهدل في السجن. وماذا بعد سجن؟ دي كارثة. هو انا عشان انا ما طعتش، عشان انا طعت الوصية بتاعت ربنا، وهو كان لسه اصلا ما فيش وصية، طعت الناموس الداخلي اللي جوايا تجاه الله وحفظت الايمان الطبيعي، الناموس الطبيعي اللي الله وضعه في خلقته، يعني اللي هو انا يوسف اجي، تبقى دي نتيجتي؟ اتقل يا يوسف. بعد 13 سنة انت بقيت الراجل التاني على مستوى العالم، في عز ما العالم كله جاي عنده مجاعة وجايين ياكلوا من عندك في مصر، فانت الراجل التاني على مستوى العالم. ايه ده؟ معقولة؟ معقولة. طب يعني هو ربنا عوض التعويضات دي كلها؟ سلام ونعم اخونا فرانك. عوض التعويضات دي كلها؟ هو تخيلوا ان غيرة اخوات يوسف ما كانتش موجودة، وان الاسماعيليين ما اشتروش من اخواته، وان مرات فوتيفار ما حاولتش تغلط معاه، وانه ما اتحبس، كان يوسف هيفضل الطفل السكيوت النايتي الحبوب اللي قاعد في بيت ابوه لابس القميص الملون ولا ليه 30 لازمة في الخطة الإلهية دي. لا يا لكن دكتور، كمان كان حاجة
سوري انا اسفه قطعتك، اتفضل كمل. قولي قولي مفيش مشكلة. بس هو كمان كان ربنا ليه خطة تانية خالص غير خطة يوسف. مش كل اللي تعرض ليوسف بس ان هو يجمده ويقويه ويبقى كيوت، هو ربنا كان رايد وقتها ان يتكلم بالاستهزاء. لا هو مش بيتكلم باستهزاء، هو بيحكي بس بيحكي القصة بس بطريقة مبسطة عشان الجماعة يفهم. بالظبط. الدكتور كان كمان كان كمان بيتكلم، اسفه معلش اشتغلت بالتعليق. ربنا كمان كان رايد وقتها ان هو يحافظ على شعب بني اسرائيل. لو كان يوسف ما كانش مسك وبقى تاني راجل على ارض مصر، ما كانش بني اسرائيل هيلاقوا ياكلوا ولا يشربوا. ده مش بس كده، العالم كله ما كانش يعرف ياكل ولا يشرب، مش بس بني العالم اسرائيل. كله بالظبط. عشان كده بقول لك فكرة ان وجود يوسف في مصر في المنصب ده في الوقت ده ربنا بيخلص به العالم، عشان كده يعتبر من ضمن الصفات اللي بنقول مشابهة الله ربنا ولنا يسوع المسيح. يوسف يشابهه في هذه النقطة ان هو كان مخلصا للبشريه كلها. سلام المسيح كرولوس، اهلا بيك. كان سلام المسيح ساشا كان مخلصا جعلنا لكل يهلك فعلا في المجاعة. بالظبط. فكان خد قوه عظمى رهيبه، القوه دي ما كانش لا يمكن ابدا 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 هياخدها وهو يوسف. سلام ونعمه ساشا، اهلا بيك. ما كانش هياخد القوه دي وهو قاعد في بيت باباه لابس القميص الملون خالص، وكان هيفضل شخصيته مش الشخصية القيادية. التجارب اللي بتمر في حياتنا أيا كانت هي زي التجارب، ربنا بيحاول مش بيحاول، هو أنت لما بتتحط فيها بتبقى زي الذهب اللي بيتنقى جوه النار. أنت بتعرف نفسك، الله بسبب علمه هو عارف إحنا هنعمل إيه وهنسوي إيه وهنكون إزاي. بس انا لما بتحط في تجربة او حاجة او جوه الحياة جوه تجارب الحياة والعيشة دي بلاقي ايه؟ بلاقي نفسي بعرف بكشف قدام نفسي، بيبقى في مراية هنا اهو. ايه ده؟ ده انا كنت عمال اقول ان انا لو وقعت في التجربة دي هبقى وهبقى وهبقى ومش هيفرق معايا زي مثلا دكتور انا عندي سؤال اكتب لك على اليوتيوب ولا الوقت مش مناسب؟ اكتب على اليوتيوب وانا هشوفه حالا دلوقتي. بقول اجي اقول ايه ده، انا يعني مثلا موقف الشهداء ال21 وللتصحيح ال21 كان في منهم 20 قبطي، وكان في واحد من كنيسة اخرى كان موجود. فالكنيسة الشهادة مش قاصرة على الاقباط بس يا جماعة، فكان في 21 شهيد. لما انا ابقى موجود انا دلوقتي ممكن اقول هاتولي السيف في راسي وانا هستشهد. انت ممكن لو تحط السيف في راسك دلوقتي تنكر الايمان. هيبقى فالله أدبل من ما يكون. بالظبط. ف الله بيسمح بالتجارب دي عشان البني ادم ينكشف قدام نفسه، عشان يتقوى يقوم نفسه، مش عشان اقول انا كويس. طب كويس، انت كويس وقديس و100 فل 14 طالما التجربه بعيده عنك ما اكتشفتش نفسك. والتجربة مش مقصود ان الله بيجرب بالشرور، لا، مقصود ان الحياة بتشوف الحياة وضغوط الحياة بتعمل ايه؟ ايه ردود فعلك؟ ايه ردود فعلك؟ يعني برضو في اننا بنتكلم عن التجديد وعن تعويضات الله، خلينا نوصف برضو تعامل الانسان مع التجارب مع الضيقات ومع الحاجات دي كلها في الحياة. بيوصفوها ان زيها زي مثلا جبنا مية مغلية وحطينا فيها جزر، أو حطينا مثلا بيضة، الجزرة هتتهري، البيضة هتنشف. هتتسرق. بالظبط. النار لو حطيت فيها الذهب، كل ما الذهب يتحط في النار أكتر كل ما يتنقى أكتر. لو كل ما فضل يلمع الذهب أكتر يبان بريقه، يبان بريقه بالظبط، أكتر. لو الذهب فضل بره النار وهو لسه اصلا منقاش هيبقى قيمته رخيصه جدا.
فالله بيسمح ان احنا نبقى في الحياة نتعرض لأشياء كتيرة جدا، مش عشان نتكشف قدام ربنا، هو ربنا بسبب علمه عارف احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه، عشان ربنا عادل هنتكشف قدام نفسنا فنعرف. يعني الوحيد اللي انت ما تروحش تعمل له اعادة تصحيح، تقول له انا معلش يا رب انا عايز اصحح درجتي اصل انت قيمتني غلط، ممكن كل الناس تقول معاك كده، الوحيد اللي مش هتعرف تقول معاه كده وانا مش عارف اقول معاه كده واي حد فينا مش هيعرف يقول كده هو الله. بتلاقي نفسك قدام ربنا هقول ايه؟ هقول ايه ده عريان، انت كده؟ انت قدام ربنا عريان، ربنا بالظبط. عارف كل حاجة بعلمه وسابق علمه. كاشف الماضي والحاضر والمستقبل. يعني احنا حتى في الماضي بناخده بالاستلام لكن احنا ما كناش حاضرين فيه. الله بسبب علمه عارف اللي جاي وعارف الحاضر، وبسبب وبطبيعة الحال شايف الموجود والماضي، وقبل ما الماضي يكون ماضي كان عارفه برضه. فاحنا بنتكشف قدام نفسنا. أيوب هروح بعيد ليه؟ أيوب بقى أيوه ده هنقعد نطول معاه ونتأمل. أنا كل تأملي هيبقى تأملات كده من الدماغ على طول، مش الشواهد، عشان الناس لو الناس نايمة مش لسه هنفتح شواهد، بس خلونا نتأمل. راجل متجوز ست أمورة وعنده ثروة وعنده أطيان وعزب ومواشي وبقر وخدم، برنس وأولاد، وعنده ولاد، يعني عنده كل حاجة. وعنده ولاد بنات، فعنده كل حاجة. يجي الشيطان حسده، طب يا رب يا رب، نعم هو مش بيصلي لك علشان ان هو كويس ولا بيحبك، امال ايه؟ انت هو عايز بيصلي توصل لك لايه عشان عشان عنده كل حاجة. انت مديله كل حاجه؟ طب اصبر عليها ثانيه واحده. انجيل متى عايز نسبه للمتى؟ انا سمعت انه في تقليد كنسي. حاضر هدور لك على السؤال واجيبه لك تفصيليا بالمره. هنا يا كرولوس يقول له انا عشان انت مديله كل حاجه فهو بيشكرك، ماشي عايز تعمل ايه عشان معاه؟ هو ربنا بسبب علمه فاهم فكر الشيطان وفاهم ايوب هيعمل ايه، بس هو عايز يكسف الشيطان وعايز يوري ايمان ايوب للشيطان ويكشف ايوب لنفسه، لان ايوب كانت عنده خطيه معينه. انا راجل برنس في نفسي، انا عندي بر ذاتي، انا الراجل القديس العظيم. القداسة صح تصحيح مفاهيم يا جماعة، القداسة مفهومها إن إحنا نجاهد باستمرار، الجهاد باستمرار مش معناها إن إحنا نبقى بلا خطية، حاشا، محدش فينا هيوصل لدرجة إنه بلا خطية، بس هيبقى على الأقل بيكره الخطية، على الأقل ما بيعملهاش مع سبق الإصرار والتراصد، تمام؟ طب اضرب يا بص، انا هسيبك يا شيطان تعمل اللي انت عايزه بس ما عدا نفسه، اوعى تقرب منه هو نفسه، تمام؟ ولا عقله، ما انت لو ضربت في عقله يتجنن. بس تحديدا ربنا قال ما تقربش من نفسه، من ذاته يعني. جميل. يضرب في المواشي ايوب يبارك، يضرب في البيت ايوب يبارك، يضرب في الأولاد والبنات ويموتهم أيوب يبارك، يضرب في كل شيء يبقى أيوب عريان، عريان يطلع أيوب يقول عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا هعود إلى هناك. ودي اللي كلنا بنيجي نتكلم على نقطة إن إحنا هنخرج منها عريانين زي ما دخلناها عريانين، شايلين الفلوس ولا منصبك ولا جنسيتك ولا انت تعرف مين ولا ابوك مين ولا امك مين ولا اي حد. كل اللي هيفرق معاك انت احترمت دم المسيح ولا ما احترمتوش، امنت وتعمدت وعشت مسيحي حقيقي ولا بتخدع نفسك وعايش المرائية. وصدقوني انا بخرج كده
ربنا يطول في عمرك يا كرولز. فتيجي انا هعيش، عيش يا عم، كل واشرب وكنس واعمل اللي انت عايزه. فين بقى التكنيس للاخره؟ هو ده بقى اللي ايوب كان بيركز فيه، مش فارق معاه كل حاجه. وقال له خلاص يا رب انا مش فارق معايا، عريان وخرجت من بطن امي وعريان اعود لبانك، مش عايز حاجه. يسكتوا؟ لا. يسكت الشيطان؟ لا. يتوزع عليه ثلاثة، تعيش يا رب أويك ويقوينا جميعا يا جماعة. يتوزع عليه ثلاثة من أصحابه، أعز ثلاثة من أصحابه، أعز ثلاثة من أصحابه، يعملوا إيه؟ يوبخوه ويقولوا إن أنت أكيد أكيد فيك حاجة وحشة. يسكت الشيطان؟ ما يسكتش الشيطان على كده. سلام اخونا يوسف البازي، منور البث. يجي يسكتوا على كده الثلاثة؟ ما يسكتوش. طب ده اصحابه طعنوه. الله، فاضل ايه تاني؟ لا استنوا استنوا حبيبي يا نجم، يا مش هيصني، يا مش هيصني، انا بقول لكم قريب هبقى مليونير، قريب هبقى مليونير. قشطة يا يوسف حبيبي، يا يوسف سلام مسيح الشريف امير. يسكت؟ ما يسكتوش على كده. وبصورني بقى بالنضارة دي، صورني، خد سكرين شوت. ثانك يو. ما يسكتوش. يبقى ينجي بقى المشكلة الأكبر، يعني الأصحاب ممكن الواحد ينسى. المشكلة الأكبر لما يجي يضحك كده، تيجي مرات أيوب وتوبخه. بس ده بعد ما تعب وبعد ما مرض، احنا كل ده لسه بقى يعني لما تعب بالظبط كمان وجاله مرض. يعني جاله خلاص هي مرض كمان وبعد كلمت وتعبت، يعني كانت تعبت مني. بالظبط قرح ودمامل. ايه يا رب انت فين؟ قرح ودمامل، ده انا ايوب، ده انا اللي كنت بساعد الناس، ده انا اللي كنت بعمل واسوي واسوي واسوي. فايه، ايه هنوصل لايه؟ لا، العملية مستمرة، الضربة بتاعت مراته. في مايمر بيتقري في الكنيسة القبطية بيتكلم على موضوع أيوب، ويقول كمان إن وصلت بالشيطان إن هو يحارب أيوب في مراته، إن يتقال لمراته إن هي تغلط. مصداقية المايمر ده محتاجة مراجعة، بس يتقال إن برضه من ضمن المحاربات إن يحاول الشيطان يوقع مراته في الخطية، ما وقعتش، بس يحاول يلزها على الخطية علشان تعرف تصرف على نفسها. ده المايمر ده خاضع للتأويل بالآه أو اللأ، بس تخيلوا مدى صعوبة المصيبة دي، الكارثة اللي موجودة. الكارثة في إيه؟ مواشي وولاد وبنات، كل الممتلكات، البيت اللي هو قاعد فيه، الصحة. طب إيه تاني؟ ده إحنا دي كارثة، دي كارثة. مراتك كرهاك، بتقول لك العن ربنا عشان تموت. وصلت لكده؟ طب يا جماعة تطبيق عملي، احنا ممكن اصحابنا يكسرونا او يحاولوا يبوظوا علاقتنا بربنا؟ ممكن اخوك؟ ممكن باباك؟ ممكن مامتك؟ ممكن زوجتك، زوجك؟ عشان كده ربنا بيقولها صراحة، اللي يحب أخ أو أخت أو أب أو أم أو أي حاجة أكتر مني، تكملة الآية، لا ما يستحقني، يستحقنيش. لا بالظبط، يستحقني. لا يستحقني. طب وأنت يا رب، يعني أنت قاعد تتفرج على أيوب وهو بيتهان المهانة دي والذل ده، في حين ان ايوب كان بيصرف على غلابة. اتقل اتقل، من يظن ان الله سايب الكون كده للشيطان يلعب فيه زي ما هو عاوز، غافل. ليه بالظبط؟ لكن ليه ربنا بيسمع. يسمح؟ وده الفرق، زي ما بنقول اللي متابع معايا على القناة هنا او على اليوتيوب، سماح الله وعدل الله وإرادة الله.
أو سماح الله وإرادة الله وقضاء الله. سماح الله هي أي حاجة بتحصل في أي حتة في الدنيا. إرادة الله هي الحاجات اللي بتحصل وربنا فعلا عاوزها تحصل. يعني ممكن حاجات تحصل وربنا ما كانش عاوزها تحصل، عاوزها مش عاوزها تحصل بس تحت سلطانه، يعني مازال هو ليه حرية التدخل لأن الله الخالق. ولكن مش كل حاجة بتحصل هو الله حاببها انها تحصل كده. يعني لو ربنا حابب الحروب اللي بتحصل ما بين البشر، ولا حابب المشاكل اللي بتحصل ما بين البشر، ولا حابب الخطايا اللي بتحصل بين البشر، وبيحب الخطاة لكن لا يحب الخطية، شايف الفساد وأوقات ربنا بيبقى ساكت على الفساد، وأوقات تانية ربنا بيدم الحديد بيضرب على الفساد بيكسر الفاسدين أيا كانوا مين. في وقت ربنا بيتدخل، طب فين يا باش فين؟ ما هو هنشوف برضو في قصة أيوب إن ربنا إله التعويضات. بعد كل الكوارث اللي حصلت دي ربنا ادى اضعاف اضعاف الحاجات اللي اتفقدت من ايوب. مراته لسه معاه، جاله ولاد كتير وبنات كتير، المواشي والبهائم زادت، البيوت جات له. طب ازاي؟ ما تقولش ازاي مع ربنا، قول لها بص لما نتكلم هو ازاي عايز تقولها له قولها له، بس انت هتحس باستمرار الوقت. لا انا كنت غلطان لما قلت لك ازاي بيع املاك كلها وأعطي الفقراء وستنال الحياه الابديه باذن الله، لما يبقى معايا اموال هبيعها باذن الله على قد ما اقدر. ربنا يكرمنا عشان انا عايز اجمع مليون دولار وابقى ابيع بعد كده باذن الله، ما تقلقش ربنا يكرمنا ويكرمك. ففكره ان ربنا اله التعويضات، اله التعويضات امتى وفين؟ بتاعته امتى وفين؟ بتاعته ازاي؟ عايز تسأله ازاي اسأله، بس يعني تفاجئ زي ما بقول لكم بالوقت ان ما ابعد احكامك على الفحص وطرقك عن الاستبصار، لانه من عرف طرق الرب او من صار له مشيرا او من اعطاه فيكافئ. احنا ما نعرفش خطة ربنا لا لينا ولا للاخرين، بس بنقول له ارشدني ولتكن مشيئتك. عرفت تقول الجملة دي هتشوف عجائب بتحصل في حياتك ما كنتش تتوقعها. لأن مين فينا يقدر يقول للرب مشورة؟ المفترض اللي يشير حد في حاجة يكون هو أعلم منه. طب ربنا كلي العلم، عارف كل حاجة، عارف كل شيء، إحنا اللي هنقدم له المشورة؟ أنا اللي أقول له معلش يا رب أنا سامع، انا شايف ان الشغلانة دي احسن بالنسبة لي، ايه رأيك يا رب ما تسيبني اخدها؟ انت لو عانيت هتاخد الشغلانة دي، هتاخد الشغلانة دي بس هتاخد معاها المشاكل اللي ربنا كان حاميك منها. زي انا الزواج عايز يا دكتور، زي زي الجواز الزواج، اختيار بالظبط، بالظبط. الجواز انا عاوز يا رب البنت دي عجباني، خد البنت دي بس استحمل. طب ما ايه رأيك ممكن نظبط طريقة الصلاة؟ يا رب انا عايز البنت دي، او انا عايز الشغلانة دي، او انا عايز اصاحب الناس دول، او انا عايز اروح اسافر الحتة الفلانية، ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت يا رب. ايه ده؟ يعني انت رميت الكورة في ملعب ربنا، تصرفك ومشورتك ربنا هو اللي ادرى. ايوه لان انا عارف انا قاعد في الحته الفلانيه دي النهارده يوم 5/12 الساعه كذا، بكره هيبقى مين معايا مين ضدي معرفش، مين في مصلحتي مين ضدي ضد مصلحتي معرفش، مين في مشيئه الله هيساعدني ومين هيضرني معرفش، مين هيتحول ومين هيثبت على حاله الله اعلم، مين جواه مخبي ايه ناحيتي ومين ظاهر بحقيقته ما تعرفش. مش كل الناس عالين، مش كل الخطط ناس الدنيا مكشوفه فيها، مش كل حاجه احنا عارفينها بدقتها، عشان هيك بنقول لتكن مشيئتك.
عشان هيك دي يعني، عشان كده ايوه هي عشان هيك بنكون بنقول تاكل مشيئتك. مظبوط اختنا ساشا، لازم نفهم الايه اللي بتقول اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. حلو حلو جدا ساشا، حلو فرانك. الايه دي مهمه جدا لان ترجمتها الادق اسالوا تعطوا حالا، اطلبوا تجدوا حالا، اقرأوا يفتح لكم حالا، او ممكن تتقال بطريقه تانية اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم حالا immediately. ودي في ترجمات كتاب مقدس اتكلمنا مع الشهيد المتنيح الانبا بيفانيوس. والايه دي عمري ما انساها يا فرانك. الايه دي كان الانبا بيفانيوس بيكلمنا على الترجمات، وانجليزي وعربي ويوناني، وحاطط الترجمات وقريت الترجمه وطلعتها صح، وقلت تعطوا حالا في التو في التو في التو، مش معنى تعطوا انه هيبقى مستقبل، لا immediately. ف الانبا بيفانيوس هو الله ينح نفسه وبيكتب على السبوره مد ظهره لينا، فبيقول الله ينور على قدسك. بيبص بيرجع ورا مش سامعك. الله ينور في روحه. امين. بيقول الله ينور على قدسك، هو بيقول الله ينور على قدسك، فبيبص مين اللي جاوب الاجابه دي، فلقينا انا. فكل اللي كانوا قاعدين ضحكوا بما فيهم المدرسين بتوع الكليه الاشتراكيه، بيبص على مين قدسك ده، لقوني انا واحد الماني لسه كنت طالب في سنه تانية تقريبا الاشتراكيه، فضحكوا كلهم لان معنى الايه دي رائع، الله ما بيأجلش استجابه طلبتك. الله استجابه التأجيل دي في حد ذاتها استجابه في وقتها، يعني مش بيستنى ياخد الطلبات زي المصالح والحاجات الحكومية والهيئات في الدنيا والكلام ده. الرب ناح نفسه آمين آمين. تعيش يا أخويا وبركة. الله مش بيعمل، مش بياخد الطلبات كده وأنا هحطها في الدرج وأخليها للسنة الجاية ولا للشهر الجاي ولا الكلام ده كله، لأ. أنت بتقول يا رب أنا عايز الحاجة الفلانية، بتلاقي 3 إجابات في نفس الوقت، واحدة منهم يا إما يقول لك دي مرفوضة على طول في الوقت ده لأن مش في مصلحتك، يا إما يقول لك دي مستجابة على طول لأن دي في مصلحتك، يا إما هيقول لك دي مؤجلة للوقت الأفضل ليك. استأذنكم، ال3 إجابات دول لازم نحفظهم يعني، لأن دول هيريحوكوا قوي في الإيمان وفي العيشة عامة. الله لما بياخد الصلاة منك بياخد الصلاة يديك استجابة في وقت، الاستجابة دي يا إما بالتأجيل لوقت أفضل لصلاتك، يا إما بالاستجابة السريعة المعجلة للطلبة إنها تتنفذ، يا إما بالاستجابة السريعة بالرفض لأن دي مش في مصلحتك. بس الكلام ده كله لما تقول له إيه؟ لتكن لتكن مشيئتك. مشيئتك. بالظبط، قلت لتكن مشيئتك بقيت في أمان. يا رب أنا دلوقتي، أنا دلوقتي في، احنا دلوقتي يعني خلينا نقول صلاتنا، محتاجين نقول يا رب خلينا في الوقت بتاع الكورونا ده نلاقي المحبة جواك، ما نبقاش محتاجين للحب غير فيك، ما نبقاش محتاجين لحد غيرك، ما نبقاش في أي عوز لأي حد تاني إلا بيك، ما نتعاملش ولا يبقى لينا علاقات غير مع الناس اللي تقوي علاقتنا بيك وتبقى مستمرة علاقتنا بيك. ده أفضل، متهيألي في وجهة نظري ده أفضل صلوات في الوقت الحالي ده، خاصة إن العالم في وقت الكورونا ده بقى فيه جفاف روحي وجفاف عاطفي وجفاف في كل حاجة. أنا بقيت بحس كده، معرفش الإحساس ده بتاعي صح ولا غلط، إيه رأيك؟ وإيه رأيكم جميعا؟ اتفضل. هو بصراحة الكورونا جت علمتنا درس مهم جدا، إن إحنا كانت كل حاجة متوفرة حوالينا في إيدينا وما كناش حاسين بيها، إن إحنا كنا بنزور صحابنا وبنشوفهم وبنروح كنايسنا والناس وإخواتنا المسلمين بيروحوا يشوفوا جوامعهم، بيدخلوا يعني الجوامع مفتوحة والكنائس مفتوحة والبيوت احنا برضو مفتوحة نشكر والمطاعم مفتوحة، كل شيء مش اي مفتوح حد بالظبط. تمام. وبعدين مرة واحدة كل حاجة اتقفلت، بقى ممنوع وخلينا الزيارات، برضو
بما اننا ذكرنا المسيحيين والمسلمين، نذكر برضو واليهود كانوا بيصلوا، طبعا والملحدين كانوا بيعبدوا زي ما يتعبدوا او ما يتعبدوش، اي حد من الانسان. فضل طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بصفة عامة ان كل دور العبادة كانت مفتوحة والناس ما كانتش بتروح، تمام. تمام، ايا كان دول او دول او دول، تمام، كانت المطاعم مفتوحة والناس بتعيش حياتها وكله تمام، كان في جفاء. النهاردة انت ممنوع تروح حتى عند قرايبك، ولو انت متصاب انت بتأذي كل اللي حواليك، ولو عندك حد في البيت مثلا مريض، يعني شخص كبير في العمر وانت اتصبت، انت لو هو حصل له حاجه بسببك، تمام، بسبب ان انت اتصبت بسبب اهمالك مثلا او عدم التزامك للقواعد، تمام، انت بتبقى قتلت روح، انت بتبقى صح، سبب في ان شخص كبير في العمر ممكن يتصاب وممكن ما يقدرش يتحمل الفيروس فممكن يموت. لو انت كحيت في الشارع سلام مسيح. الناس كلها تخاف منك، لو استاذنك انت بقى كحيت في بالنسبه الشارع للنقطه، بالنسبه لنقطه التلقيح دي، وضحت لي حاجه. سلام ونعمه غاوتو. نقطه المشكله كمان الاكبر، ان الناس مش مستوعبه ان يا جماعه اللي واخد لقاح مش معناها ان هو يسرح ويروح هنا وهنا وخلاص، لان انت واخد لقاح معناها ان انت واخد نسبه من الفيروس ممكن تعدي بيه حد تاني. لا هو مش كده وبس، هو مش حماية لكن هو وقاية، يعني انت اسمك اخدت الفيروس فجسمك اتعود عليه، بيخفف شوية ايوه بس المناعة، بيزود عندك شوية المناعة. وقاية يمكن للشخص اللي خده، لكن اي حد تاني ممكن ياخده عن طريق، ولو هو ما عندوش مناعة كويسة، يعني لان هو بيبقى نسبة من اللقاح، بيبقى عبارة عن نسبة من الفيروس صغيرة، فلو التاني اللي انت رايح له ده ما عندوش مناعة يبقى انت بتنقله الفيروس. يلا سلام، اتفضل. بس أنا بصراحة بتمنى إن الجميع يتلقح علشان الناس كلها يبقى عندها المناعة. أنا بتمنى طبعا انا مع عن نفسي اتلقح اختلاف في طبعا البيت مع ان شاء حضرتك الله. يعني اي احنا اختلاف الاراء مختلفين لا يفسد للقضيه. بس طبعا، بص يعني يا اختي، أنا اختنا بالنسبة لي العزيز، اتفضل. انا بالنسبه لي هتلقح في البيت لكن مش هاخد اللقاح ده لاسباب كثيره، بس يعني خليني نقولها في يوم تاني. سلام ونعمة لكل اللي دخلوا، ما اتفضل. احنا كنا بنتكلم، خلينا نرجع للموضوع بتاعنا وسيبنا من اللقاح دلوقتي. بس هو الفكرة في ايه؟ انت كانت كل حاجة متاحة ومرة واحدة بقى عندك كل حاجة مش متاحة، تمام؟ بقيت عندك قيود كتير جدا جدا جدا، انت مش قادر تفهم ان القيود دي انت بتتقيد بيها عشان سلامة المجتمع، تمام؟ زيها زي العادات والتقاليد، زيها زي الشريعة، الشرائع كمان. انت ملزم ان انت تكون شخص بتكمل يعني ملتزم بالشريعة، تمام. الله ما بيجيبش بالضبط. حاجة فارغ، الله ما بيقيدنيش بالشرائع، الله حاطط لي الشرائع علشان التزم بيها، تمام. لكن لو انا ما التزمتش بيها، تمام، انا عارف انا رايح فين. زي اتلقحت، اخدت اللقاح بقى عندي وقاية، ما خدتش اللقاح، تمام، انا معرض اسرع من الشخص المتلقح مثلا ان انا اتصاب بالفيروس فاموت. فهي هي انا طبعا بقول تشبيه بسيط، انا مش بتجه ليك، مش برمي كلام يعني، تمام. فالفكرة في بس ايه؟ الفكرة ان الله اوقات كتير قوي بيدينا التجربة او بيسمح بالتجربة علشان على خليه يسمع بالتجربة دي عشان يدينا يسمح التجربة يسمح متعبة مش مقبولة كتابية. تمام يسمح بالتجربة علشان يخليني بالظبط زي الدهب في النار، يقويني، يزهرني، يخليني ألمع أكتر، يخليني أقوى، يشوف أنا أشوف نفسي قدام ربنا أو قدام نفسي أنا قد إيه قوة تحملي. هل أنا فعلا لو رحت وبقيت مشروع شهيد، هل انا هكون فعلا قد خطوه ان انا اكون مشروع شهيد؟ هل انا فعلا اناء الله المختار؟ هل انا فعلا ابن الله؟ ولا انا بجد بقول كلام مرسل؟ انا مسيحي. ها ايه دليلك ان انت مسيحي؟ ولا حاجه. انت بتعمل ايه عشان تكون مسيحي؟ ولا حاجه.
عشان كده الآية اللي ابتديت بيها الموضوع يا دكتور، يجدد مثل النسر شبابه، دي العملية بتاعة 150 يوم اللي النسر بيجدد فيها شبابه، بيتخلص من كل أحماله ومن كل ما تعبه، وبيبتدي يتجدد زي الخليقة الجديدة، خليقة الله اللي كنا عليها من الصورة الأولانية، طفل بريء. ليه ربنا ما خلقناش كبار؟ ليه ربنا خلقنا؟ ليه ربنا خلقنا أطفال؟ في آية كمان في الكتاب المقدس أنا بحبها قوي، إن لم تسيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. أنا الآية دي أوقات كتير لما ببص لبنتي مثلا وأشوف قد إيه هي بريئة، وحتى لما بتيجي تتخابس عليا، تمام، أنا ببقى عارفة إنها بتتخابس وهي عارفة إنها بتتخابس، بس ده دلال على ماما. أنا أوقات كتير شخصيا بعمل كده مع ربنا، مش بتبقى خباثة، بس هو محبتي لأبويا. أنا بحس لما بجري في عز الضيقة أو الزنقة أو المشكلة وأجري أترمي في حضنه وأقول له انجدني، أنا زي الطفل الصغير اللي بيجري على حضن أبوه أو أمه ويقول انجدني من أي خطر. ربنا دايما عايزنا كده، ربنا دايما عايزنا ما كنش الأنا ولا البر الذاتي اللي عندي الأنا، ربنا دايما عايزنا متجددين وفي نفس الوقت زي الأطفال أبرياء. بالظبط، امين أيوة. وامين. ربنا قادر يبارك كل واحد موجود معانا في البث ويساعدنا جميعا كلنا ان احنا يبقى في عندنا ثقه في الله اكتر رغم الظروف اللي بتحصل في الحياه، يبقى عندنا رؤيه لمشيئه الله، نعرف على حسب المتاح الله يكشف لنا عشان نقول ذاكم مشيئتك فعلا، نقولها بحق وحقيق مش استطناعة، نقولها واحنا حاسين بيها، نقولها واحنا حاسين اللي هو فعلا مصدر كل حاجة حلوة هي من الله، والثبات فالله هو الوحيد اللي قادر يدهولنا، لأن الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا، وقادر يجدد كنسر شبابنا جميعا، قادر يسند كل واحد موجود في البث ويباركه ويبارك الأخت إنجي ويبارك كل واحد باسمه وكل واحدة ربنا يباركك. باسمها، وفي نفس الوقت يثبتنا. أهم شيء لو إحنا ما أمين. ثبتناش للنفس الأخير دي كارثة، يثبتنا أهم حاجة إن النفس الأخير عشان نتمجد بقى يا جماعة، يعني مش معقول الواحد يعاني في الأرض ويتعب ويواجه حاجات كتيرة وفي الآخر عند المكافأة يقع، لأ. أمين، ربنا يثبتنا جميعا بشفاعة أمين. جسد ودم ربنا يسوع المسيح وأم النور عذراء مريم وكل صفوف الشهداء والقديسين. يبارك الدكتور نور أمين أخت المحترمة، أمين، ثبات على الإيمان يا رب يا رب، أمين. سلاماتكم جميعا، كنت أتمنى إن احنا نطول بس محتاج إن احنا يعني أعتقد احنا كان التركيز على الشخصيتين دول، وبإذن الله يعني اللي سهران احتمال كمان شوية ننطلق على قناة على اليوتيوب نتكلم على رد على أحد البدع، لأن احنا مستمرين بإذن الله في الشهر ده هنرد على البدع وهرطقات وهنقول تمجيد لأمنا العذراء ونتأمل فيها. أمين. وصلواتكم جميعا. أنا ربنا يبارك بعطيكم فيك أحلى دواء الزيت المقدس، تعيشي أكسجين جي، ربنا يباركك. أنا بعطيكم أحلى دواء الزيت المقدس وماء الليان. أمين أمين. وشكرا يوسف على الدعم، وشكرا إنجي على هذا الموضوع واختياره. وصلواتكم جميعا، وألقاكم ربنا على يبارك خير في بث آخر. باي باي. أمين. مع السلامة دكتور، سلام. أنا طبعا ما عنديش حد. ما الحمد تقوليش لله كده، كل اللي بصراحة. موجودين هناك موجودين عند إنجي يا جماعة. لا 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 قلت تمام، أنا تمام يعني، أنا كده كده هقفل خلاص. بكرة عندنا كنيسة الصبح، يعني لازم، أنا عندي دلوقتي 12 إلا ربع، عندنا قداس الصبح، فأقول لكم تصبحوا على خير. ربنا يباركك ويبارك حياتك ويستخدمك دايما معلو اسمه تعيش ويباركك ويحميك من ويبارك. كل شر ويحمي الجميع. وبتمنى لكم ليلة سعيدة ونوم هادي، بتمنى لكم حد مبارك على الجميع. تصبحوا على وبنتمنى خير. لكم بإذن الله يعني أولاد وبنات وثروة ومواشي وأطيان، والملكوت أهم حاجة. ويجي الشيطان يحسدك
وتبقى عندنا ان شاء عيال. الله. هو حاسبني تلقائي، ربنا يستر، هو ربنا مبهدلني في يبعد عنك، المحاضرة. ربنا تعيش يبعد عنك السلام، كل الشر ويحقق لك كل اللي بتتمناه. تصبحوا على ألف تعيش، خير. مع السلامة، باي باي.